أخذوا الدنيا غلابا. ما ضاع حق وراءه طالي. إذنيت ولم وعني إخواني أخواتي، رسالة عامل إقليم صاحب الجلالة سي جمال الشعراني مباشرة من حي تشوميرا تشومبيرا أفرا 5 الكيلومترات على عملة الناظور. هاد الناس هادو سيد العامل المحترم داروا وقفة احتجاجية في هذا المكان هذا في شهر 3 2021 من أجل قول لا لإنشاء مصنع عليه علامة استفهام كبرى، لا يحترم البيئة، غير خاضع للتوصيات جلالة الملك خصوص كوب 24 كوب 22، سكنة متضررة بمعنى الكلمة جراء تدوير البلاستيك، الناس ما كيقدروش يتنفسوا، داروا وقفة احتجاجية أخرى أمام عمالة الناظور في شهر نوفمبر 2021 لقول لا ومن أجل اتخاذ المعمول به مع هاد مول الشركة ديال تدوير البلاستيك. علاش كنقول هاد الشيء هذا؟ لأنه كيف ما غتشاهدوا في الفيديو السكينة كتقول بأنه كيحرق حتى الغابة، يعني هناك وضع اليد حتى على الأملاك الغابوية. من منين جاب هاد القوة ومنين جاب أنه هاد السلطة؟ ما عرفناش. هذا سؤال محير للسكينة ديال تشومبيرا. ممكن نهضروا على السلم الاجتماعي، مرينا بكورونا، ممكن نقولوا بأنه يوفر فرص الشغل. باش توفر فرص الشغل خصك تخضع للقانون ديال الشغل والمسطرة المعمول بها. هاد السيد هذا والناس اللي من مورايا اليوم هما تقريبا 10 ديال الناس تعرضوا للطرد التعسفي، والبقية بالعشرات كل مرة كل شهر كيتطرد. كاين الناس اللي تقطعوا لهم اليدين. حنا كنحاولوا نسوقوا ونبينوا المشاكل اللي كتخبط فيها المدينة. ممكن أننا نمشيو لنيويورك ونمشيو لجميع البلدان العالم ونصوروا أبناء الريف شنو كيديروا. هذا ماشي من طبعنا، من طبعنا هو أننا نساهموا في التنمية، نبينوا مكامن الخلل ونقولوا للمسؤولين بأنه رعايا صاحب الجلالة محمد السادس الله ينصره تنتهكوا حقوقهم بالواضح يعني فاضحة النهار أو واضحة النهار. هاد الناس هادو كيف ما غتسمعوا 10 سنين وهما خدامين في هاد الزريبة، ما نقولش مصنع، في هاد الزريبة هادي بدون حقوق، بدون كذلك راتب شهري قار، بدون تسجيلهم في الضمان الاجتماعي. وكانت من وصايا ومن يعني لي زودر ديال صاحب الجلالة الملك الله ينصره أنها توفر للجميع الرعاية الصحية، وهذا المخطط اللي كتمشى فيه الدولة. هاد السيد هذا كونتر. النقطة الثانية، هاد الناس هادو مشاو للسي ان اس اس جبروا بأنه كيديكلاري بهم نهار ولا يومين. هذا إشكال كبير على مفتي الشغل. غنستمعوا لهم ومن حقي انا نوصل الرساله ومن حقكم انتم تبارطاجيو الى كيهمكم، كل واحد يعاون خوه. هادشي اللي غادي نقولو. قرب ليهم. بسم الله نهزو مع الاول. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو سميتك خويا؟ عبد المولى. عبد المولى، هضر ليا بلا لغه الخشب. باش كتعاني؟ راه كنشوف في عينيك بحال الدموع راه كاينين اصاحبي. كنعاني بامراض نفسيه تنفسية، مابقيناش قادرين نتنفسوا من ناحيه هذا المعمل هذا. كنا خدامين فيه لمده 10 سنين دابا، ودابا طردنا من المعمل. كنلتمسوا الجهه المسؤوله والناس مسؤولين من فوقهم جلاله الملك الله ينصرو ياخذوا شي بعين الاعتبار وياخذوا لنا الحق ديالنا من هذا السيد هذا. 10 سنين خدام فيها هنا. 10 سنين وحنا خدامين في هذه الشركه. بصفه قانونيه ولا ماشي قانوني؟ عندكم شي كاغط شي كونترا؟ والو، ما عندنا حتى حاجه مع هذا السيد هذا.
دابا عاد قال لنا ديروا معايا كونطرا ما بغيناش نديروها معاه، حبسنا وقفنا. يعني بغى ياكلكم في 10 سنين؟ 10 سنين. مزيان. شنو الاجراء اللي درتو؟ الاجراء اللي درناه هو قال لنا بانكم لا بغيتو تبقاو خدامين هنايا بلا قانون بلا حتى شي حاجه، وداك الشيء اللي باغي هو خاصكم ديروا معاه عقد عمل ديال 3 شهور، كل شهر تجدد معاه، الوقت اللي بغى يجري عليك هو هذيك الساعه يجري عليك، ما طالب لا بحقك لا بحتى شي حاجه. ملي مشيتو للسينيسيس شنو؟ ملي مشينا للسينيسيس كنقلبوا على روسنا لقيناه كيديكلاري بينا يومين 3 ايام، وحنا ما يمكنش حنا نجوا 1000 كولومير ونخدموا حنا يومين. هو مشى عاد صعب لا سينيسيس كي الله اعلم كيعطي الرشوه ولا الله اعلم كيديروا لنا حنا نهار يومين 3 ايام. هو في القانون خاصو يديكلاري بينا القانون ديالنا كله. حنا ما يمكنش يا سيدي نجوا من 1000 كولومير ونخدموا حنا يومين. من عماله اليوسفيه كنجونا. سبحان الله العلي العظيم. انت خويا مزوج؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. حوادث الشغل كوقعوا هنا شي حوادث شغل؟ ايوا حوادث الشغل سيدي، الناس هنايا كيضربوا في يديهم، كيتقاطعوا لهم يديهم، كيمشوا بلا قوانين بلا والو، وهاد الناس هادو كيديروا الكاتبه ديالهم، كيديروا المحامي ديالهم، من كيضرب الانسان كيمشي يسبقوه للمستشفى كيلقاوه مطرقين لداك الشيء تمايا، ومسكين هو من كيبغي. احكي لي على شي قصه وقعت لشي واحد هنا. وقعت لواحد السيد واحد الدريه لا تقطع لي يدي، واحد ما كانش واحد ما كانش 20 يوم، واحد ما كانش 20 يوم دابا قطعوا لي يدي، قطعوا لي بثلاث اصبع من هنا، راه هو دابا جراو عليه، راه مشى بحالاته ما كاينش، كيمشيو عند المخزن ولا ما نعرف فين كيديروا عليه بالفلوس صافي، كي ما كياكل معاهم والو صافي، عندنا التصاور ديال الادله كاينين، وجاي هذوك الغابه راه عندنا التصاور ديال الغابه كيقطعوا الشجر وكيبنوا في بلاصتو، وغاديين قاعدين كيقطعوا في الغابه، والغابه دابا راه كتحرق، الا دخلتي للغابه راك تموت. وهذا وحنا دابا 10 سنين، وحنا كما قال الاخوان ديالنا، وحنا 10 سنين وحنا خدامين معاه. سيد العامل يعني ممكن نسطروا على هذا الشيء هذا، والاجهزه ممكن انها يعني تدون هذا الشيء هذا، راه الانسان اللي كيتعدى بالاضافه على الناس كيتعدى حتى على الاملاك الغابويه، وهنا كنتسائلوا فين هي الاداره والمندوبيه ديال الاملاك الغابويه، يعني واش ما في خبارهاش؟ واش يعني راه كيبان لي واحد البوسيتو لهيه يعني في الجبل، ما فهمتش يعني. هذا كلشي الغابه راه كتقطع وكيبنوا وسط الغابه، راه غاديين داخلين مع الغابه، الغابه دابا الا دخلت السلطه المحليه الغابه راه كتلقاها كامله. وكنشوف دابا المقدم جا، واش هذا يعني هذا المقا هو واحد المقدم راه كتشوفوه هذا السيد هذا، ما عرفتش يعني واش القايد يعني انتي غريف هذا الشيء هذا، ما عرفتش. هو كلشي المهم الاخت اللي كيقول لك الناظور هنا، الناظور هنا ما كاينش، انا شاري كلشي. وهاد الاقوى اللي عندنا راه كاينين دابا ساكنين هنايا كلها. انا راه سجلت معاهم في شهر 3 في 2021، سجلت معاهم 2000 في شهر 11 كذلك في الناظور، كيف يعني وقع هاد الشيء هذا امام العماله الاقليم، حنا كنوضحوا ومن حق انه في اطار الصحافه الى مول المشروع عنده شي رد ولا شي حاجه، ملي يشوف هاد الشيء حق الرد مكفول في قانون الصحافه والنشر. السلام عليكم. من حق اي واحد يدوي ومن حق اي واحد يهضر. شنو يعني جيتي من العماله، شنو المشكل؟ المشكل انا كنشوف هاد الخدامه اللي ضايعين في حقهم يا اخي العام. انت مساكينه؟ انا مساكينه. اها انا من 2014 وانا كنعاني من هذه الشركه هذه. اها من 2014 وانا كنعاني من هذه الشركه هذه. عندي الكيلوات ديال الشكايات، كيلوات ديال الشكايات، وعندي ما كتقول السلطات، يعني هنا عندي شي حوايج اللي كتقول لهم مفتش الشغل كيقول لك عندهم 150 عامل هو اللي كيكتبها مندوب الشغل ماشي انا، هذا التصريحات ديالهم. وري لهم هنا باش غيعرفوا بان ما المحضر الجمع للجنه الاقليميه للمعاينه للوحدات الصناعيه البلاستيك. هاد الهضره ماشي انا اللي كنقولها، كيقولوها المسؤولين. كيقول لك عنده تما 150 عامل ولكن مسجله 37 عام، عندهم 37 مسجله من هاد النوع ديال الناس اللي كيديري لهم نهار بشهر. يعني بهاد الناس واخا انتم كساكنه مضرين بهذا المعمل، شنو المشاكل؟ يلاه دابا عاد عيطوا علي الدراري، انا خرجت من العماله مشيت عند الكاتب العام باش غنشوفو، لقيتو راه ما كاينش دابا في هذه الساعه هذه، بغيت واحد اللقاء مع السيد العام. عطاو لي المهله، قالوا لي نهار الخميس ان شاء الله اجي غنعطيك لقاء مع السيد العام. هضر لينا على المشاكل. هضر على المشاكل. المشاكل انا عندي فظيعه، المشاكل كما قلتوا عاد دابا كيقول لي، قال لي انا بشخصيا هذا اللي جا دابا عاد انا قال لي انا ما يتحكم عليا حتى شي واحد ولا الملك
الله اكبر. انا قلت هذا دابا صرح فيها بالعماله وغنقولها ونزيد نقولها. قال لك انا ما يمنع لي حتى شي واحد الا العامل. انا كنقول لهاد الناس اللي كيخدموا عنده اللهم هذا منكر يقلبوا على الحق ديالهم عبادك. اللهم هذا منكر قلبوا على الحق ديالكم عبادك. عيش الملك وراهم عندنا هنا مساكينه كاينين الناس ديالنا مساكينه كنقول لهم الله يرضي عليكم سيروا قلبوا على الحق ديالكم. احنا راه ضروري وراه عندنا الناس يوم عذابه. اي وداني هرشني وداني هرشني ما راسيو. انا غادي سبيتال الحسني خذي تساعدته. سبحان الله. انا غنايني سيمان دي سبيتال الحسني. شمين زيش الميكروبات. روح على سبيتال الحسني. شك السانيتا راه شك السانيتا. تعنا. سبيتال الحسني سقساد. سقساد ما دينيش عين وذان. رخو هرشن سلميكروب زكشون بيرازن مالا دي سبيتال الحسني. اما الامراض السرطان بلا ما نقول لك. نهر ما نغاش الامراض السرطان راه كاين عدات ديال الناس كاين شي خمسه ولا سته في السكينه فيهم امراض السرطان. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هذا المكان هذا راه. اذا شكرا جزيلا ثبرت ثواد يا ثما سويت ما يعزن السكينه مش توالم في مغارينا قينت انت وزما بوها انت تشنا قينت غير فاريه ثما سويت ما يعزن كاين نساء اللي راهم كيشوفوا فينا ما نقدرش نهزهم احتراما للسكينه وبالتالي سيد العامل رساله واضحه وكذلك الجميع السلطات باش انها تتفاعل مع هاد الناس هادو ونتمنى الخير لبلادنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.